Alright, hello. Ito naman tayo. This is it. Another YouTube reaction video. And today, we're gonna react about Zain Ramadan 2018. Ang art. So art yung pagsasalita. I was on duty now, but there was no customer, so that's why I take this time to make a reaction video about this commercial. Actually, this commercial was uploaded in Middle East, and actually a mobile brand what is saying, and I hope that you're gonna like it. And let's have a look on their video. Let's get started. Zain Ramadan 2018. Sayyidi al-Rais, Ramadan Kareem, wa anta mad'a ala al-iftar. إذا وجدت بيتي في الدمار وعادت أمي من الطابور بخبز وقلب مكسور وأذنت مساجد ورنت الكنائس جيران في الله أبواب بلا حارس ووصلت مراكب الموت إلى أرض الأحلام دون أن يصبح الأطفال قضية رأي عام سيد الرئيس أنا لا أنام كلما أغمضت عيني أسمع الانفجار يشتعل سريري دخانا ونار نحن الهاربون نحن المبعدون نحن المذنبون نحن المتهمون بالعبادة بالعبادة المحكومون شنقا بالإبادة الذين قطعت ألسنتنا لأنها نطقت بالشهادة سيدي الرئيس سنفطر في القدس عاصمة فلسطين يكتبها رب الأمنيات العالقة بين يديه سنفطر في القدس عاصمة فلسطين يكتبها رب الأمنيات العالقة عاصمة فلسطين يكتبها رب الأمنيات العالقة بين يا ليت وآمين آمين 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 Okay, thank you very much.